Vector A directed with x-axis as shown in the figure, إذا لدينا محور y, محور x, والvector A في اتجاه ال x. If the magnitude of A is 3 cm, the y component AY of A, of the vector A, is. إذا كما نعلم, أي vector أفقي يجب أن يكون له AY منعدم. Okay? Any horizontal vector A must have AY equal 0. وأيضا بالمقابل, إذا كان الفيكتور vertical, إذا هنا الكومبوننت AX هي اللي تساوي صفر. وبالتالي في التمرين طول الفيكتور لا يهم. Okay? طول الفيكتور اللي هو 3 سنتيمتر لا يهم في التمرين, لأن الواي كومبوننت تساوي صفر مهما كان طول الفيكتور. بالطبع القاعدة هذه عامة وقاعدة هندسية معروفة في الفيكتورز, ويجب مراجعة هذه النقاط هذه.